السلام عليكم. نظمت العشرات من أمهات المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية مسيرة انتهت عند مبنى النائب العام في مذبح إلى الشمال الشرقي من مدينة صنعاء، في إطار حملة شاملة للتنديد باستمرار اعتقال مناوئي الميليشيا ومعظمهم من الصحفيين والإعلاميين والنشطين. شارك في الحملة أمهات المعتقلين وأسرهم، حملن لافتات تندد بالميليشيا وبالاعتقالات والتغييب القسري الذي يمارس بحق المعتقلين الذين يقبع معظمهم في ظروف خطيرة للغاية نتيجة وجودهم في معتقلات تقع في مناطق العمليات الحربية. حملة أخرجوا عيالنا ليست الأولى، ولكن الجديد فيها أنها هذه المرة تنفذ من قبل أمهات المعتقلين اللائي ضاق بهن الحال بعيدا عن أبنائهن، والأنكى أن أبناءهن معرضون للخطر أكثر من أي وقت مضى وفقدوا الأمل في العدالة المصادرة من سلطة الميليشيا. تتعاظم مأساة المعتقلين في اليمن وتتعاظم معاناة ذويهم، وخصوصا الأطفال الذين يشعرون بفقدان مظلة الأمان، وهو الأمر الذي يولد أسئلة كثيرة بشأن مستوى التزام الوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة بالسلوك المهني الذي انحرف وتشوه كثيرا تجاه الأزمة في اليمن إلى حد لا يمكن القبول به. ينصرف الإنقلابيون إلى ترتيب أوضاعهم السياسية مخلفين وراءهم مآس كثيرة تدل بشكل لا يقبل الشك على أنها هؤلاء ليسوا في وارد الانحياز لخيار السلام، الأمر الذي يبقي وضع المعتقلين رهنا بمزاج الحرب والتسلط الذي لا يزال يستحوذ على عقول الإنقلابيين وقلوبهم. حلقة المساء اليمني لهذه الليلة تناقش أوضاع المعتقلين. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. نحن نطالب، ومن هنا نحن أمهات وأخوات وزوجات المختطفين، بالإفراج عن إخواننا وأزواجنا وآبائنا. على أبواب العدالة الغائبة تقف هؤلاء الأمهات جريا وراء أمل بلغ حد اليأس حول مصير أبنائهن المغيبين في سجون ميليشيا الموت والخراب منذ أكثر من عام. مسيرة لأمهات المعتقلين وأسرهم شهدتها العاصمة صنعاء وانتهت عند مبنى النائب العام بالتزامن مع حملة شاملة أطرقتها أمهات المعتقلين عبر الفضاء الإعلامي وشبكات التواصل الاجتماعي، وهدفها إلقاء الضوء على قضية مئات المعتقلين معظمهم في سجون لا يعلمها أحد. عند هذه البوابة تعلو صرخة المحتجات على وضع أبنائهن وأزواجهن، حيث المخاطر تحيط بهم من كل جانب، وما من ذنب ارتكبوه سوى أنهم لم يصفقوا للميليشيا حين قررت إنهاء السلام وأشعلت حربا أهلية أكلت الأخضر واليابس. نطالبهم بسرعة الإفراج عنهم، المختطفين ليس لهم أي ذنب في هذه الحرب، المختطفين ليس لهم أي علاقة بما يحدث. براءة الأطفال جزء من الحزن اليومي لأسر المعتقلين، إنهم يشاركون أمهاتهم وربما جداتهم هذه الوقفات لعل مسؤولا أمميا مثل ممثل اليونسيف في اليمن ويليام هارنس يلتفت إلى معاناتهم. هؤلاء تنقصهم الرعاية وينقصهم الشعور بالأمان، ومع ذلك لا يكترث هذا المسؤول وغيره من مسؤولية الأمم المتحدة بهم. لقد انغمسوا في السياسة أكثر مما يجب وارتضوا أن يكونوا مكملات سياسية لمغامرات الإنقلابيين في صنعاء، لذا أصرت هذه المرأة أن توجه جزءا من رسالة المحتجات إلى منظمة الأمم المتحدة. لماذا إذن تستمر الأمم المتحدة في تجاهل معاناة قسم كبير من اليمنيين وجدوا أنفسهم ضحايا مباشرين تحت طائلة القتل بالرصاص أو التغييب في المعتقلات؟ مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة ستكون معي هنا في الاستوديو الأخت سمية عبد الله عضوة رابطة أمهات المختطفين، وسيكون هناك آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة سمية. أهلا وسهلا أستاذة سمية. حملة إعلامية واسعة، وقفة احتجاجية لعشرات من أمهات المختطفين، أطلقت حملة هاشتاجات أيضا على فيسبوك وتويتر، هناك مختطفين في سجون ميليشيا. دعينا فقط نتحدث بداية عن أصداء هذه الحملة. الحملة بدأت يوم أمس من الساعة 8 عبر نداء وبيان أصدرته رابطة أمهات المختطفين، تدعو فيه كافة الإعلاميين والحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان وكل أصحاب الضمير الإنساني الحر في العالم للتعاون معها ومع الأمهات في الدفاع عن قضية أبنائهن وسرعة الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن. إلى الآن الحملة تلاقي تفاعل كبير من قبل الإعلاميين، الناس الموجودين في الشارع على مستوى كبير، لكن بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، المنظمات العالمية والمنظمات الحقوقية
لم يصلنا إلى الآن أي تفاعل، وإنما تفاعل إعلاميين بشكل عام وتفاعل الناشطين الحقوقيين. أيضا الناس بشكل عام، يعني كنا نلاحظ أن الأمهات عندما تخرج في وقفة تطالب بإطلاق سراح أبنائها أو لم يكن هناك تفاعل. الآن نجد الشارع اليوم أثناء سلسلة البشرية ينادي بأن أنتم أصحاب حق، دافعوا عن أبنائكن يعني حتى يطلق سراحهن. فهناك بدأ في تفاعل من قبل الناس البسطة. نعم، عنوان أخرج عيالنا، عنوان الحملة التي أطلقت بالأمس، نداء إنساني كبير ربما يلامس يعني كل من لديه ضمير. قلت بأن لا منظمات تواصلت معكم حتى الآن، يعني هل تجدين يعني أن مثل هذه الحملة أو مثل هذه القضية، قضية المعتقلين، حتى الآن لم تجد صدى وافي من قبل المنظمات العالمية؟ هي الحملة ابتداء أطلقت نتيجة نداء أم كانت تصرخ أخرجوا عيالنا بلهجتها العامية من حرقتها على ولدها المختطف، فكان النداء بهذه الحرقة موجه لجميع العالم أن ساعدوا هذه الأم حتى يطلق سراح ابنها. نحن نؤمل من الحملة يعني أو ما نرجوه أن يصل صوتنا إلى العالم أجمع، إلى المنظمات العالمية حتى تساعد بالدفع في قضية المختطفين حتى يتم إطلاق سراحهم، إلى السياسيين حتى يكون لهم دور بارز في تفعيل هذه القضية. قضية المختطفين قضية إنسانية بحتة، لا علاقة لها بالسياسة. المختطفين اختطفوا في أوضاع وهم مدنيين، اختطفوا إما من وظائفهم أو ذهب أحدهم إلى الجامعة ليدرس فلم يعد إلى البيت، بعضهم ذهب للمسجد للصلاة فاختطف من داخل المسجد، أحد المختطفين ذهب ليسعف زوجته كانت مريضة فأخذها إلى المستشفى فأنزل من السيارة واختطف، وزوجته في حالة مريضة في حالة إسعاف ولم يسعف حتى زوجته واختطف في تلك الحالة. فهي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، ليست سياسية وليست للمقايضة، فنحن ندعو نعم يعني وفي نهاية الأمر السياسة ليست يعني أو ممارسة السياسة ليست ذنب حتى يتم اختطافهم، فما بالك يعني بمن كان سلاحه القلم أو ذاهب إلى جامعة أو ذاهب إلى جامعته كما تفضلتي. أفهم من كلامك أن فكرة عنوان الحملة كانت صدى لصوت أم مكلومة ب يعني اختطاف ولدها، وتحدثت ربما باسم كثير من الأمهات. لماذا برأيك أستاذة سمية حتى الآن وهي قضية إنسانية بحتة كما تفضلتي لم تجد صدى وافيا لدى المجتمع الدولي والمنظمات أيضا؟ نحن إلى الآن تواصلنا مع جميع المنظمات، نحن كرابطة يعني عبر رسائل عبر مواصلات، تواصلنا مع الأمم المتحدة بشكل مباشر أكثر من مرة، تفاعلوا معنا وأبدوا تعاطفهم مع القضية، أرسلت الرابطة عدة رسائل لكافة الحقوقيين، للأمم المتحدة، لولد الشيخ، لجميع من له علاقة بهذه القضية أو يستطيع أن يدفع بها إلى أن يفرج أبنائنا أو يطلق سراحهم. قمنا بمراسلة الجميع والتواصل معهم، قمنا بوقفات احتجاجية تكون بشكل دوري أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء. نحن نؤمل أن يتم إطلاق ما هو التعاطف، ما مدى يعني هذا التعاطف، هل فقط شفوي يعني نحن معكم أم أن هناك وعود على الأقل بعمل أي إنجازات؟ طبعا هي كانت عبارة عن وعود بأن يكون ملف المختطفين هو أول الملفات، وكان في مفاوضات الكويت وضع ملف المختطفين كملف لإبداء حسن النوايا ولم يدخل داخل القضايا السياسية كحسن النوايا من الطرفين يبدأ بالإفراج عن المختطفين، ولكن ذلك لم ينفذ إلى الآن ولم يطلق سراح أبنائنا فما زالوا في السجون إلى الآن. نريد دور أقوى، نحن كنا نؤمل من الأمم المتحدة موقف أقوى كونها هي تعتبر منظمة أممية تدخل ضمنها أكثر من 100 وكذا دولة، تستطيع أن تفرض بقرارات حازمة على جماعة الحوثي على يعني أنها تفرج عن أبنائنا تطلق سراحهم، لكن لم نجد ذلك التفاعل القوي. نحن كأمهات المختطفين يهمنا أن يخرج أبنائنا، أن يكونوا بخير، أن يطلق سراحهم. نطالب الأمم المتحدة يعني أن تتخذ قرار أقوى، يعني أن يكون لديها حتى قرار بالإفراج عن المختطفين، يكون قرار من الأمم المتحدة كونهم مدنيين، لا نريد أن يكونوا في مقايضة، يعني أن يستخدموا كمقايضة في السياسة وهم اختطفوا في حالة مدنية. نعم، طيب يعني هل تواصلتم مرة أخرى مع ولد الشيخ الذي كان متفائلا على مرار مفاوضات الكويت، وحتى في ختام الجلسة وهو يعد باستمرار هذه المفاوضات أنه لم ينفذ حتى على مستوى ملف واحد من ملف إبداء حسن النية كما تفضلتي؟
نحن كرابطة لدينا أبناء، نتمنى أن يطلق سراح أبنائنا، نتمنى من الجميع أن يستشعر شعور أم عندما تفقد ابنها، يعني هي أم تريد ابنها بأي حال، يعني في أي طريقة. نحن تواصلنا معهم وما زال التواصل مستمر مع جميع منظمات المجتمع المدني، مع الأمم المتحدة، وجهنا رسائل لأكثر من جهة، حتى لجماعة الحوثي، لكل من له علاقة بالموضوع حتى يطلق سراح أبنائنا. ما هي ردود ميليشيا الحوثي عن مثل هذه الرسائل التي ترسلونها لهم؟ في كل الأحوال هم يتم استلام رسائلنا، ويتم الوعود بأنه سيتم النظر في القضايا، وسيتم أحيانا يقال أنه سيتم إحالة الملفات إلى النيابة، وسيتم النظر في القضايا، وسيتم الإطلاق عنهم. لكن أكثرهم، هناك بعض المختطفين مخفيين قصريا، لا نعرف حتى أماكنهم أو أماكن تواجدهم. كم عدد هؤلاء المختطفين؟ هل لديكم إحصائيات؟ الإحصائيات التي لدينا مبدئية، ولكني لا أستطيع أن أعطي إحصائية كاملة، لأننا نظل في يعني صنعاء تظل في ظرف صعب، وحتى اليمن كامل في ظرف صعب، لا يمكنني أن أعطي إحصائية لأن هناك مخفيين لا أعرف عددهم. يعني نحن فقط على ما يمكننا أن نحصر من الأهالي، بعض الناس لا يعرف حتى أن ابنه مخفي اختفى ولا يعرف أين مكانه. المختطفين ليست الإحصائية كاملة، هناك من يأتي من المحافظات الأخرى فيسجن في صنعاء، وهناك من يخطف من صنعاء فيسجن في محافظات أخرى، فلذلك الإحصائية هم بالآلاف، تقريبا 3000 ويعني وقليل بالنسبة لما يعني نحن الآن دوناها أو سجلنا أو رفع إلينا من أعداد للمختطفين، لكن كأعداد ثابتة نحن لا نستطيع أن نؤكدها لأنه هناك الكثير. إذن يعني نحن نتحدث عن هذا الملف الموجع. أخت سمية، ينضم معنا الأستاذ عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ عز الدين. أهلا، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم بحوتي. أهلا بك معنا أستاذ عز الدين. حملة إعلامية واسعة من قبل أمهات المختطفين في صنعاء، وقفنا يطالبن بإخراج أولادهن في ظل اختفاء الوعود الأممية لولد الشيخ بأن يكون هذا الملف هو أول الملفات التي سيتم مناقشتها في مشاورات الكويت. كيف تفسر ذلك أستاذ عز؟ يعني الملف الإنساني والانتهاكات الجسيمة في اليمن هي من الملفات المؤلمة، والتي للأسف الشديد لم تحظى بالإنصاف الحقيقي من المجتمع الدولي وليس فقط من المبعوث، وبالتالي ظل هذا الملف هو الملف الأساسي الذي لا يمكن لنا أن نخطو خطوة في العملية السياسية، وهو لا زال داميا وموضوعا. وأنا استمعت إلى جزء من المداخلات التي تحدثت فيها الأخت العزيزة الآن، وبالتالي الأرقام متحركة ومتزايدة. نحن فقط لا نطالب بالإفراج عن المختطفين، ولكن أولا التوقف عن ما يتم الآن، لأن الأرقام متزايدة ومتحركة، وصارت في كثير من جوانبها مصدر لهذه الميليشيات التي تعمل على الإذلال والقهر، وتعمل منها أيضا تجارة مؤلمة ومؤسفة ضمن الانهيار الأخلاقي التي تمارس. بالتالي المجتمع الدولي يعني سيبقى ملزما اخلاقيا وقانونيا، وعلينا متابعه هذا الامر، ليس فقط المبعوث ولكن ايضا هناك المحافل الدوليه وهناك الاليات الدوليه التي يجب ان تطلع بدورها في هذا الامر. اعتقد الايام القادمه يجب ان يكون هذا الملف في صداره الاهتمام، واتمنى ان نعمل سوية على تصديره. نعم، المشكله استاذ عز الدين يعني كما تحدثت الأخت سمية ضيفتنا اليوم، يعني أن هناك مراسلات شديدة لكثير من المنظمات الحقوقية التي تبدي تعاطفها، ولكن لم تقم بأي خطوة إيجابية لأجل هؤلاء المختطفين، بما فيها مكتب الأمم المتحدة الذي تم مراسلته أكثر من مرة. يعني لما التعويل دائما على المجتمع الدولي؟ أين هو موقف الحكومة للضغط على هذا المجتمع حتى يتم الإفراج عن هؤلاء المختطفين الذين يعني أغلبهم مدنيين كما تفضلت، إن لم يكن كلهم؟ يعني الدور الحكومي يجب أن يكون مع دور المجتمع المدني أيضا في الاستفادة من كافة المنافذ والآليات المختلفة ومن ضمنها الآليات الدولية. الآليات الدولية هي واحدة من هذه الأدوات التي يجب أن نستخدمها. بالأخير لا يمكن لنا أن نعول كثيرا على أن هناك إنصافا من المجتمع الدولي، ولكن أيضا لا يجب أبدا ترك هذه الساحة أو هذا المجال على الإطلاق. علينا أن نعمل بجدية في هذا الأمر. أنا أعرف تماما حالة الإحباط الكبير التي لدينا من المجتمع الدولي في عدم إنصافه للقضايا العادلة والمنصفة على مستوى العالم،
وإنما النظرات تكال أحيانا بمكيالين أو دائما بهذا الأمر، ولكن أيضا لا يمكن ترك هذه الساحة على الإطلاق حتى يفيق جزء أساسي من الضمير العالمي ونقاط سوية. أعتقد والأخت سمية موجود فيه، ودعونا نتعاون في هذا الأمر، وأنا أعد في هذا الموضوع بإيصاله أيضا إلى خطوة قادمة في سبتمبر القادم. لدينا فرصة ممتازة في مجلس حقوق الإنسان تتجاوز المبعوث وتتجاوز الآليات الأقل إلى المستوى الأعلى. هناك جلسات خاصة في من خصوص الاختفاء القسري والاعتقال ستكون مخصصة في المجلس الدولي، وأرى بأن تقدم هذه الشهادة، ودعنا ننسق سوية بالوزارة ومع المجتمع المدني الأخت سمية وغيرها من ممثلي أمهات وزوجات المختطفين لإيصال هذه الشهادة الحية إلى المجلس الدولي في جنيف. أعتقد بأن هذه واحدة من آليات الضغط المناسبة نعم. والمباشرة التي تخرجنا من يعني من مستوى رفع القضايا بشكل مباشر إلى أعلى المستويات الدولية، وهذه واحدة من آليات الضغط المهمة، لأن العالم أيضا بالأخير لابد أن يستمع للحق وأن يعمل على الإنصاف مهما كان. لا يجب أبدا أن تحبطنا مسألة عدم التجاوب المناسب من قبل هذا المجتمع الدولي. نعم أستاذ عز، ولكن يعني في المرات في المرات السابقة لجلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعني كنا نصل بأمالنا إلى مستوى عال، ونجد أن هناك يعني حضرتك كنت ضيفنا قبل فترة وتحدثت بلقاءاتك الكثيرة مع كثير من يعني وزراء وسفراء نعم، ولكن في نهاية الأمر لم يتم أي يعني تقديم أي خطوة حقيقية على الأرض. نحن لا نريد فقط أن يتم يعني المشاعر يعني الإيجابية، أو أنهم يتحدثون عن كيف أن هذه أن هناك فعلا ضغوط حول حقوق الإنسان في اليمن، ولكن نريد موقف حقيقي من مجلس حقوق الإنسان هذه المرة. كيف يمكن أن يشكل هذا الملف ورقة ضاغطة حقيقية لاستخراج مثل هذا الموقف؟ يجب أولا أن ندرك ماذا مطلوب من هذه المحافل الدولية وما يمكن أن تقدمه في أعلى مستوى أو أقل مستوى. هذه المؤسسات الدولية تعمل إما مسألة إدانة وإما تقرير واضح لمسألة هذه الإدانة وتحويلها إلى مجالس أخرى إذا كانت تصل إلى حد العقوبات، لكن مجلس حقوق الإنسان هو المقدمة الأساسية لأي قرارات سياسية تصل إلى مسألة العقوبات الدولية. إذا قام مجلس حقوق الإنسان بإدانة الميليشيات ومطالبتها بالإفراج وتحققت مسألة الإجماع الدولي في هذه الإدانة، هي المقدمة الأساسية للعقوبات الدولية بعد ذلك لتأتي آليات مختلفة. لكن إذا قام هذا المجلس بعدم التعاطي بما يجب أن يكون عليه سيشكل عقبة في مسألة إيصال هذه الشكوى إلى العقوبات الدولية. بالتالي علينا أن ننجح في أن يكون المجلس في حقوق الإنسان ليس مجرد توصية عابرة، ولكن تكون توصية ملزمة تذهب بعد ذلك إلى الخطوات الأبعد. هنا تأتي أهمية العمل داخل المجلس، ودعوني أؤكد بأن القرارات داخل المجلس ليس فقط هي قرارات الأمم المتحدة بموظفيها الدوليين كما يعتقد البعض، هؤلاء مجرد منفذين للإيرادات الدولية التي تصنعها الدول، لأن القرار في الأخير هو قرار السفراء الممثلين للدول الأعضاء المتحكمة بالمجلس. بالتالي الحملات التي يجب أن تتم على هذه الدول تتم على مستويين، المستوى الأول هو كما تقول الأخت سمية المجتمع المدني الضغط والتأثير على الشارع والتأثير على القرار صانعي القرار، والمستوى الثاني هو المستوى الدبلوماسي على المستوى من وزارة خارجية الدول الشقيقة والصديقة. الحكومة أيضا تتحمل المسؤولية في هذا الأمر. نحن نقوم حقيقة بجهد لا يمكن تخيله في مسألة إيصال هذه الملفات رغم الظروف الصعبة، لكن أيضا نواجه أيضا أن تقاطع المصالح لدول كثيرة لا تتعاطى بهذا الأمر إيجابيا، يعني ونحن يعني في ملفات غزة أو تعز أو دول كثيرة من الدول المختلفة أو القضايا المختلفة المجتمع الدولي أحيانا لا ينصفها لسبب بسيط أنها لا تتقاطع مع مصالحها، ولكن هذا لا يعني بأننا يجب أن نتراجع خطوة إلى الخلف. أنا أعتقد بأن ملفنا ملف عادل وبالأخير سننصف بهذا الأمر، لكن لا يجب على الإطلاق أن نفوت فرصة تعطينا إمكانية إدانة هذه الميليشيات وهؤلاء المجرمين، لأن كل إدانة على المجتمع الدولي هي تقربنا خطوة من أجل أن لا يفلتوا من العقاب.
لا يجب أن نحبط أبدا في هذا الأمر، وهي تقربنا أكثر، وهؤلاء في الأخير لا بد أن يدفعون الثمن، ولكن في الأخير الثمن الحقيقي يدفع من القضاء الوطني العادل ومن التغيير على الأرض. المجتمع الدولي سيكون مساندا عندما نستطيع أن نحقق عمل على الأرض، والعدالة ستتحقق بآليتها الوطنية أو بآليتها الدولية، لأن كل من أجرم بحق الناس لا يمكن له أن يفلت من العقاب في نهاية الأمر. بإذن الله. نعم، ونحن نعول عليكم سيادة الوزير في إيصال هذا الملف، وفي أيضا يعني عدم تفويت مثل هذه الفرصة كما تفضلت، وسنتابع ما ستقومون به مستقبلا. شكرا جزيلا لك الأستاذ عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذة سمية، تحدث الأستاذ عز الدين كما استمعت عن أهمية وجود مثل هذا الملف خصوصا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الشهر المقبل. كيف تجدين، هل يمكن يعني أن يعني تجهيز ملف متكامل عن قصص إنسانية، عن أحداث وقع، عن أرقام لتم يعني ليتم توصيله إلى مجلس حقوق الإنسان، خاصة والأستاذ عزيز يتحدث عن أننا بحاجة إلى شهادات حية لمثل هذه القضايا؟ بالفعل نحن في الرابطة الآن نقوم برصد جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين وما يتعرضوا له من انتهاكات، أو سواء ما يتعرض له أهاليهم من انتهاكات، حتى يتم توثيقها وتدوينها وعرضها للمجتمع بشكل عام، سواء المجتمع العالمي أو حتى تكون الرسالة واصلة للمجتمع يعني اليمني الداخلي، لأنه إلى الآن هناك بعض الأفراد لا يعرفون أن هناك في اليمن مختطفين، يعني هناك أناس داخل اليمن لا يعرفون أن هناك مختطفين نتيجة لمحاولة التكتيم على القضية وعدم نشرها وعدم إيصالها إلى الناس. نحن الآن نقوم برصد الانتهاكات، الانتهاكات كثيرة جدا لا يمكن حصرها وعدها، وبعضها لا يمكن الحديث عنه خوفا من المعتقلين وأهاليهم يتعرضون لانتهاكات شديدة، وبعضهم لا يستطيع التصريح بها خوفا على ابنها المختطف. في الأسبوع الماضي فقط 2 من المعتقلين، أحدهما توفيت والده والآخر توفيت والدته، ولم يستطع حتى الذهاب لإلقاء النظرة الأخيرة أو حتى الدفن، أو حتى خبر العزاء كان مؤلم، يعني زوجته بعد 3 أشهر من منع الزيارة تذهب لزيارته لتخبره أن والدته قد توفيت، يعني شيء مؤلم جدا، يعني تنتظر الزيارة وهي ممنوعة من الزيارة لمدة أكثر من 3 أشهر، وعندما تأتي إليه في ذلك اليوم تخبره أن والدته قد توفيت، كان وقع الخبر عليه أليم جدا أيضا على زوجته، يعني كان الموقف صعب جدا. هذه ما هي إلا يعني أحد الحالات، المختطفين داخل السجون يتعرضوا، يعني لا توجد نظافة، لا يوجد ماء، لا يوجد أكل، يعني كإنسان نعم. كأبسط حقوق بشرية تمنع الزيارة لأشهر، وعندما تأتي الزيارة تكون فترة قصيرة من نافذة عبر شباك، يمنع من يعني من الحديث بشكل سريع، يمنع أهاليهم من التحدث معهم، يعني الوضع صعب جدا بالنسبة لأهاليهم. أكثر أمهات المختطفين حالتهم الصحية تدهورت، 2 من والدات المختطفين توفيت وأبنائهن داخل السجن لأن حالتهن أصبحت صعبة جدا بسبب اختطاف أبنائهن. يعني كل أم قد تشعر، أتحدث الآن وأطلب من أم، كل أم تشعر أن ابنها هذا اختطف من يعني اختطف من وسط بيته أو عملها أو جامعته، ولم يعد ولا تستطيع حتى أن تراه، يعني تتفاقم المشكلة بالنسبة لأمهات المخفيين التي لا تعرف حتى أين ابنها، وهل هو على قيد الحياة، أين هو موجود، ما هو المكان المتواجد فيه، يعني لأشهر قد تطول، أحيانا تكون سنة وهي لا تعرف أين ابنها إلى الآن. فذلك الألم يعني شديد جدا بالنسبة للأمهات، يعني مؤلم، يعني تصل إلى درجة الآن اثنتين من الأمهات توفيت، وسبب الحالة النفسية التي تعيشها الأمهات في هذا الوضع. الانتهاكات كثيرة لا يمكن عدها وحصرها، يعني هي ابتداء من أنه تم الاختطاف في وضع غير قانوني وخارج إطار القانون، هذا أول انتهاك يعني يتعرض له المختطف. أيضا الانتهاكات من أنه الآن المختطف، نحن أطلقنا الحملة المختطفين في أماكن خطرة، في أماكن يعني تعتبر أماكن مواجهات، فقد يعني وقد كانت لنا يعني في اليمن سابقة أن اتخذ الصحفيين كدروع بشرية. الأمهات الآن تخاف من اتخاذ أبنائهن مع اشتداد المواجهات ووجود السجون في أماكن خطرة من اتخاذ أبنائهم كدروع بشرية، وهذا الشيء يعني يعتبر حتى في القانون الدولي محرم دوليا، يعتبر من جرائم الحرب، يعني هذا شيء يتخيل كيف الأم لما تعيش هذا الشعور إنه ابنها ممكن يموت في أي لحظة، غير أنها تموت معه في كل يوم من شدة آلامه ومن شدة ما يعانيه. الابن يدرس وينهي دراسة أحدهم، يعني أحد المختطفين ابنته تزوجت دون أن يحضر حفل زفافها، ابنه تخرج دون أن يحضر حفل تخرجه،
أشياء مؤلمة جدا. نعم كثير من المواقف والأحداث. أستاذة سمية، نتحدث عن هذه النقطة وكيف ممكن إيصال مثل هذه الحكاية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ولكن دعينا نذهب لهذا الفاصل. أنت أستاذ المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذة سمية. سمعنا في الفاصل لصيحة هذه الأم، أخرجوا عيالنا، كم هي مؤلمة وكم هي معبرة عن هذا الألم الذي تحياه الأمهات، والذي لا نعلم لما لا يوجد لديهم أي ضمير لسماع مثل هذا الصوت، صوت الأم الذي يعني كل شخص لديه أم، وكل شخص يعني يعرف مدى وجع الأم. لا ندري إلى أي مرحلة وصلت هذه الميليشيا في التعامل مع الآخر. أستاذة سمية، تحدث الأستاذ عز الدين عن نقطة مهمة، وهي ضرورة التواصل مع وزارة حقوق الإنسان لإيصال مثل هذه الشهادات. هل بالإمكان تسجيل بعض مقاطع الفيديوهات، خاصة الآن التلفونات موفرة، حتى لو لم تكن الشخصية واضحة، يعني بعض الأمهات التي ممكن أن تحكي معاناتها، لإيصال مثل هذه الفيديوهات لمجلس حقوق الإنسان؟ هل تعتقد أن يعني الرابطة ممكن أن تقدم مثل هذه الخطوة؟ الرابطة هي تتواصل الآن مع أكثر من منظمة حقوقية أو أكثر من جهة، محاولة إيصال يعني قضيتنا إلى أكبر قدر ممكن للمجتمع الدولي من من يمكن أن يساهم في دعم القضية. كما قلت من قبل أستاذتي، أنه لدينا رصد لجميع الحالات والانتهاكات، لدينا توثيق لها، يعني شهادات قصص المختطفين وثقناها كامل حتى يتم يعني حتى تتم رفعها إلى الأمم المتحدة، حتى تصل معاناة المختطفين. نحن الآن نجهز ملف متكامل بالنسبة لقضية المختطفين حتى يتم رفعه إلى يعني إلى المنظمات لحقوق الإنسان، حتى يتم متابعة هذا الملف، ملف متكامل بالمختطفين وبأوضاعهم وبالانتهاكات التي تتم ضدهم، وبما يمكن أن نؤمله نحن كأمهات للمختطفين بالدفع نحو قضية أبنائنا وإخراجهم من السجون. ونحن نتمنى من الجميع أن يتعاون معنا، نتمنى من الحكومة أن توصل صوتنا، يعني أن تبذل أقصى جهدها في قضية المختطفين، كونها هي الآن يعني تستطيع أن تتكلم المعنية بهذا الموضوع، أن توصل نداء الأمهات إلى كل مكان. في رابطة أمهات المختطفين يظل الوضع بالنسبة لهم كوضع، يعني لدينا أبناء مختطفين، هناك أحيانا بعض الصعوبات تواجهها الأمهات في خاصة لو كان كثيراً، ولكن العائل الذي ونوصل أكبر يعني القدر الممكن. نعم، إذا أستاذة سمية دعينا يعني نأخذ معنا أم محمد بقريبة أحد المختطفين، وهي أحد الناشطات التي استطاعت أن توصل رسائل كثير من المختطفين عبر صفحتها في الفيسبوك. أستاذة أخت أم محمد الإبي، مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا أم محمد. يعني هناك الكثير من الوقفات والمسيرات التي قامت بها أمهات المختطفين، حدثينا عن هذه الوقفة الأخيرة والحملة التي كانت باسم أخرجوا عيالنا. عزيزتي، الحملة باستطاعتي أن أقول لك أنها عبارة عن ناقوس خطر يدق، لكنه يدق في منتصف الألم، في أمانة العاصمة، ونصرخ به بأعلى صوتنا ليمتد إلى العالم كله. المختطفون اليوم ليسوا في الوضع السابق. أمانة العاصمة، أنت تسمعين والجميع يسمع حديثا مطولا حول قدوم الجيش الوطني إلى أمانة العاصمة. نحن نعيش تحت حكم جماعة مسلحة، هذا الجميع يعرفه، أي مسمى كان دون النظر لاختيار المسمى، نحن نعيش تحت هذه الجماعة. ما الذي سيحصل لأبنائنا؟ سؤال مهم جدا. أنا أسألني الجيش الوطني القادم إلى أمانة العاصمة إن كان فعلا هذا هو اختياره، وأسأله كذلك لحكومة الأمر الواقع أو سلطة الأمر الواقع الموجودة في أمانة العاصمة. جميع المدنيين في أمانة العاصمة بإمكانهم النزوح، بإمكانهم اللجوء، بإمكانهم الفرار إن قرروا ذلك. هناك مجموعة من الأشخاص ليس بإمكانهم ذلك، سلبت حريتهم، أصبحوا في وضع خطر بالغ الخطورة، وبالتأكيد نحن أقاربهم سنظل معهم، فإما أن نكون نحن وإياهم أحرارا، أو أنكم أو من تخاذل عن نصرتنا سيكون في وضع
يعني لا يحبه ولا يرضاه ضميره، لأننا سنكبل جميعا وإن كنا في مساحة أوسع نحن والمختطفون. أفهم من كلامك أخت أم محمد يعني أن هناك تخوف أيضا من استغلال وجود أو دخول الجيش الوطني إن دخل، من استغلال وجود هؤلاء المختطفين أو الضغط بهم كورقة تفاوضية أو ورقة يعني ابتزازية. نعم يا عزيزتي، يعني بكل صراحة نحن قابلنا منظمات مختلفة، هذا الكلام وجه لنا بصراحة أن هناك نوع من الابتزاز السياسي. التقينا بشخصيات كبيرة ومرموقة ومعرفة الوساطة أيضا، قالت لنا بكل وضوح أن هناك عملية مقايضة سياسية. ما ذنب أبنائنا الذين اختطفوا من جامعاتهم أو مدارسهم أو مقار عملهم إن اختلفوا أو اتفقوا في الآراء السياسية مع الآخرين؟ ما ذنبهم في هذه الحالة؟ كأننا نحكم على العالم كله الذي نختلف معه أو نتفق معه بأن لا يكون حيا أو حرا أو قادرا على ممارسة حياته. هذا شيء غريب. طبعا نحن في حالة قلق بالغ جدا، يعني لا أستطيع وصفه. إضافة لما يحصل لأبنائي المختطفين وأقاربنا خلال الفترة الماضية من تجويع وتعذيب، وأيضا بذلنا قصارى جهودنا في مسيرة طويلة تزيد عن عام ونصف ونحن نحاول إيصال صوت هؤلاء المختطفين وأمينهم إلى العالم كله. نعم، يعني عند هذه النقطة أخت أم محمد، يعني هل تعرفون مدى يعني وضعهم الصحي؟ كيف يعني أمورهم؟ هل يتم التواصل بهم؟ يعني ما هي الفترة الزمنية التي تستطيعون بها لقاء أقاربكم؟ هناك أقارب طبعا يعني مخفيين، لا يستطيع أهاليهم الوصول إليهم حتى اليوم. يعني وضعهم أحياء، هل هم بخير؟ موجودين يأكلون يشربون؟ هذه كلها أشياء لا نعرفها عنهم. وهناك مجموعة من المختطفين أهاليهم في لقائهم أو في الحصول على معلومات عنهم يتعرضون لابتزاز نفسي، فمرات يسمح بالزيارة ومرات لا يسمح. تلتقي الأم أو تلتقي الزوجة بزوجها يعني ربما 6 دقائق أو 5 دقائق، لا تجد الوقت الكافي لتسمع حتى شيئا من بوحه، إضافة إلى ما يصنع من عوازل أو وجود حراسة مشددة أو كل هذه التأكيدات التي تستغربين أنها في المجتمع اليمني المحب المتآلف المتعاضد. هذا الشيء غريب. نعم، عند هذه النقطة أخت أم محمد، يعني ألم تلمس صرخات الأمهات وأحزانهم وبكائهم أمام السجون الميليشيا، هذا الضمير اليمني الذي تحدثت عنه، يعني ألم تلامسهم؟ ألم يشعروا يعني بالخزي أمام بكاء الأمهات وإحراق ضفائرهن وستائرهن؟ هناك طبعا يعني أنت لا تستطيع الحكم على المجتمع حكما شاملا، بالتأكيد هناك من تعاطف ومن شعر أيضا بضرورة أن يقف ويساند، وهناك من لا يشعر في الحقيقة. نحن وجدنا المجتمع اليمني كما وجدته أنت سياسيا منقسم في ذاته. هناك بعض الناس يتعاطفون بالتأكيد لكنهم غير قادرين، وبعض الناس هم قادرين ولكنهم غير فعالين. ما نريد حقا في هذه الحملة أن يكون الجميع فعالا، نقول للجميع قضية أبنائنا المختطفين قضية جامعة، قضية تخص كل إنسان يمني، تخص النسيج الاجتماعي كما ينادي به الإخوة في أنصار الله وغيرهم، أيضا تخص البناء الوطني كما تنادي به الشرعية. قضية المختطفين تخص الجميع، تخص الإنسان كان هنا في اليمن أو كان في أمريكا أو أوروبا أو في آسيا في أي بقعة من بقاع الأرض. هذا الإنسان ببساطة شخص سلبت منه حريته بدون أدنى مبرر، إضافة لحرمانه من حقوقه القانونية، مضافا إليه ما تحمله من أعباء لا إنسانية في التعامل معه، واليوم نصبا بالقلق الكبير جدا لما سيواجه أبناؤنا وأقاربنا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أم محمد الإبي، قريبة أحد المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، ونسأل الله أن يفرج عن أهاليكم وذويكم في القريب العاجل. أخت سمية، برأيك هل في كل حملة يتم إطلاقها يزداد عدد المتفاعلين والمتابعين لهذه الحملة وتزداد ورق الضغط في هذه النقطة؟
نحن نأمل أن يصل صوتنا إلى الجميع، يعني نحن نبذل السبب حتى يطلق سراح أبنائنا. نأمل أن يصل صوتنا إلى الجميع، كما قلت، إلى منظمات المجتمع المدني، إلى المجتمع اليمني داخليا، أن تصل قضيتنا إلى المجتمع بشكل عام، إلى منظمات حقوق الإنسان، إلى الأمم المتحدة، إلى السياسيين، إلى كل من يمكنه أن يساعدنا في دعم قضيتنا والإفراج والإطلاق عن سراح أبنائنا. نريد أن تكون هذه الحملة إيصال للرسالة، نريد أن نصل إلى أكبر قدر ممكن يمكن أن يصل إليه رسالتنا. نحن نعول من الله عز وجل أولا قبل كل شيء، وأنه هو من سيكون عوننا ويساندنا في هذه المحنة التي نمر بها، وسيفرج عن أبنائنا وسيطلق سراحهم. نأمل من الجميع أن يساعدنا في قضية أبنائنا، الأمم المتحدة، السياسيين، الإعلاميين، الناشطين الحقوقيين، كل من يستطيع أن يوصل قضيتنا. نحن ندعوه أن يدعمنا في حملتنا، أن يساهم في نشر قضيتنا، أن يدفع بالقضية قدر استطاعته. نطلب من السياسيين أن يجعلوا قضية أبنائنا قضية إنسانية بالدرجة الأولى، أن لا يجعلوها للمقايضة والمساومة، ونتمنى أن تلاقي صدى كبير. نحن تفائلنا جدا عندما خرجنا اليوم الأمهات إلى الشارع في السلسلة البشرية، وكان هناك تفاعل من الناس، كان هذا شيء بالنسبة لنا، أن الناس وصل إليهم صوتنا. ولن نيأس ولن نمل، سنظل نحن أمهات ندافع عن قضية أبنائنا. لا يمكن للأم أن تنسى ابنها ولا أن تتنازل عن قضيته مهما كان، فبإذن الله سنستمر. ونحن نؤمل أن يعني تؤتي صداها هذه الحملة، وأن يتم الإفراج عن أبنائنا، لأنها قضية عادلة، قضية إنسانية، قضية يجب أن تصل للجميع، ويجب أن يتم إفراج عن أبنائنا. نعم أستاذة سمية، يعني نقطة مهمة وهي التحول في مسار النضال المدني الذي تقوم به هؤلاء الأمهات، يعني استجابة، تفاعل من قبل الأمهات، شجاعة وإقدام في ظل سلطة الميليشيا. كما تفضلت الأخت أم محمد، الوضع صعب جدا أن تخرج الأمهات، أن ترتفع أصواتهن بالمطالبة بالإفراج عن أبنائهن، رغم كثير من المخاوف التي قد تعترضهن أو تعترض حتى بقية أبنائهن. كيف تصفي مثل هذه الخطوة المقدمة من قبلهن؟ بالفعل نحن في البداية عندما بدأت الرابطة تبدأ بوقفاتها، في البداية الرابطة هي كانت عبارة عن أمهات كنا يبحثن في كل مكان عن أبنائهن المختطفين المخفيين، من مكان إلى مكان، من قسم إلى قسم، من تبحث عن ابنها، عن مكان تواجده، عن محاولة زيارته. لم تجد تفاعل من أي أحد من العالم، من المجتمعات، من المنظمات، فتداعت الأمهات لتشكيل هذه الرابطة حتى تكون هي المنظمة المدنية الحقوقية التي تصل بأصواتهن إلى العالم، تصل بأصواتهن إلى المجتمع المدني، تصل بأصواتهن إلى جماعة الحوثي، تصل بصوتهن إلى الحكومة، إلى كل من يمكن أن يسمع صوتهن. يعني أنشئت هذه الرابطة، بدأنا بالوقفات، بالأنشطة. هناك أمهات يعني أتينا من القرى، بعضهن لا تعرف التظاهر ولا تعرف كيف، ولكن الدافع يعني ابنها وكيف يمكن أن تصل بقضيته. بعضهن جئنا من أماكن بعيدة جدا، تظل 3 أشهر في صنعاء وهي تخرج للتظاهر من أجل ابنها. بعضهن أمهات يعني نحن نرى المشاهد والصور، وكما رأيتم الأم ببراءتها، بمشاعرها الحقيقية، تخرج لتدافع عن قضية ابنها بالخطر. كما قلت يعني تخرج الأمهات في ظروف صعبة داخل أمانة العاصمة، والوضع صعب وهن أيضا في خطر، تخرج لتقول كلمة الحق أمام يعني أمام السجون، أمام المعتقلات. تقف الأمهات يعني هناك وقفات أمام الأمم المتحدة، هناك وقفات عندما يشتد الوضع في أحد السجون، تقف الأمهات أمام السجن ترفع صوتها حتى يسمعه ابنها، حتى يصل إليه، حتى يعرف أن قضيته موجودة، أن أمه موجودة، ستناضل من أجله. اسمحي لنا أن ينضم معنا أيضا الأخ حسين الصوفي، وهو صحفي عبر الهاتف من المأرب. مساء الخير أستاذ حسين. شكرا لكم. أهلا بك أستاذ حسين. حملة أخرجوا عيالنا، وقفات ميدانية عديدة قامت بها الأمهات، وهناك سند إعلامي واسع لها من قبل الناشطين، وأيضا من يقومون بعملية التواصل الاجتماعي، ولكن لا استجابة أممية ولا استجابة من قبل منظمات المجتمع الدولي. لما برأيك، أو كيف تفسر مثل هذا الصمم من قبل المنظمات الدولية؟ في الحقيقة نحن نعتبر أن هذه وصمة عار في جبين الأمم المتحدة. يعني لو سلطنا الضوء على تصريحات إسماعيل ولد الشيخ،
التي كان يبتز بها الأمهات وذوي المختطفين في قبيل رمضان وبداية المشاورات، ثم في منتصف المشاورات وكلما تأزمت الأمور بدأ يتلاعب بملف المختطفين، وهو بالذات ولد الشيخ نحن نتهمه مباشرة أنه تعامل مع ورقة مع ملف المختطفين على أنها ورقة سياسية للابتزاز، ولم يتعاملوا معها على أنها قضية إنسانية، وهذه كارثة في حق الأمم المتحدة، وهذه وصمة عار في جبين الأمم المتحدة. يجب على كل أحرار العالم، يجب على الشعب اليمني، يجب على الصحفيين اليمنيين أن يقفوا وقفة جادة مع هذه الصرخات التي تطلقها الأمهات، أن يقفوا مع الأطفال، أن يقفوا مع ذوي المختطفين، أن يقفوا مع من فقد أمه وهو في السجن ومنع من تشييعها، مع من فقد أباه وهو في السجن ومنع من تشييعه، أن يقفوا مع الدموع التي تستنزفها الأمهات، أن يقفوا مع أفراح العيد التي تأتي الآن وهم عيد بعض المختطفين يقضونه خلف السجون. هذه الآلام أنا أعتقد أن ملف المختطفين هو الملف الذي لا زال ملف الحرية، ملف الاختطاف هو الملف الذي حوله وربما هي البقعة والثقب الأسود الذي لن نجد انتصار ولن نجد وطن إلا ندافع عن هؤلاء المختطفين لأنها هي القضية. ما الذي على المنظمات أستاذ حسين، ما الذي على المنظمات المحلية القيام به لإسناد أمهات المختطفين برأيك؟ كل المعلومات والبيانات والتقارير والأخبار ترجمت وأخرجت وتم التواصل مع كل الجهات، ربما الصرخات والنداءات تصل بشكل يومي ربما إلى المنظمات الدولية، هذه أصبحت لا نعول عليها كثيرا. اليوم نحن نعول على السياسيين اليمنيين، نحن نعول على الحكومة اليمنية، وهذه أمانة في أعناقهم، هذه مسؤولية يجب أن يتحملوها، هي لعنة ربما في جبيننا جميعا، في أعناقنا جميعا، في أعناق الرئيس أو أسميهم الآن الرئيس، نائب الرئيس، الحكومة الشرعية، مندوب اليمن في الأمم المتحدة، كل هذه المؤسسات عليها أن تقف وقفة جادة مع هذا الملف وأن تجعله الملف الأول، ملف القضية الأولى، لأنه الاحتلال الحوثي الإيراني الفارسي الموجود في صنعاء سيتحرر وسينتهي، الشهداء نتنهم وقد بذلوا أرواحهم وجزاهم الله خير وشكرا لهم، الجرحى سيتعالج، لكن الاختطاف هي الجريمة البشعة التي تمارسها هذه الميليشيا العبثية، وهي التي يجب على الشعب اليمني أن ينتهي يحرر إخوانه من هذه السجون القذرة التي تمارس فيها كل أنواع الانتهاكات والإهانات لكرامتنا نحن، لإنسانيتنا، اليمنيتنا. هذه القضية يجب على الشعب اليمني، يجب على الإعلام أن يفتح برامج أسبوعية أو يومية إن استطاع، لأن قضية المختطفين قضية لا يجوز أن تمر بحملات أو أن تمر بمناسبات، لأنها قضية وجرح غائر، فيها كثير من استنزاف المشاعر، فيها كثير من الأوجاع، كثير من الآلام، فيها قصص مؤلمة وموحشة، يجب أن ننتصل لذواتنا نحن في الآن. إذن نعم وصلت الفكرة أستاذ حسين، وهذا ما يعني نتمنى أن نقوم به جميعا، ونحن نحاول أن نقوم بتغطية هذه الفعاليات حتى يصل صوت الأمهات إلى كل مكان. شكرا جزيلا لك حسين الصوفي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. كلمة أخيرة لك أخت سمية، لمن توجهينها وكيف يمكن بعث الأمل في قلوب هؤلاء الأمهات؟ بداية أنا أشكركم جدا لتفاعلكم مع قضية أمهات المختطفين في دعمهن لقضية أبنائهن ومحاولتهن لإطلاق سراحهم. أنا أوجه نداء أولا إلى كل من يمكنه أن يدفع بالقضية، سواء من إعلاميين، ناشطين، حقوقيين، سياسيين، منظمات مجتمع مدني، الأمم المتحدة، الحكومة، ميليشيا الحوثي، كل من يمكن يعني أن يساهم في إطلاق سراح أبنائنا، نحن نوجه إليه هذا النداء. أبنائنا يعيشون وضع خطير جدا، أبنائنا يعيشون في حالة لا إنسانية، أبنائنا يعيشون في أوضاع صعبة جدا، لا حرية، يعني كان ذنبهم أنهم مدنيين، بعضهم ذنبه أنه أمسك القلم وحاول أن يكتب فكُمّمت حريته. نحن نريد أن نصل بقضية أبنائنا، ننادي الجميع للتعاون معنا، نرجو من الإعلاميين جميعا مشاركتنا في حملتنا لإيصال صوتنا إلى أكبر قدر ممكن من العالم، إلى كل أحرار العالم في أي مكان كانوا من الأرض،
أبناءنا المختطفين خطفوا بلا ذنب، نتمنى منكم ومن الضمير الإنساني الذي يوجد بداخلكم التعاون معنا حتى يعود أبناءنا إلى أحضاننا. ربما هذه هي أقوى كلمة نستطيع أن نختم بها حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك سمية عبد الله عضو رابطة أمهات المختطفين لوجودك معنا في المساء اليمني، ورسالتك هي رسالتنا، ونحن سنقوم بكافة مهامنا في الجانب الإعلامي لتغطية هذا الوجع لإيصال صرخة هؤلاء الأمهات. وما ولا أستطيع أن أقول لكل أم إلا يا ظلام الليل خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.